ورجعنا نتواصل معاكم في الساعة الأخيرة من برنامج صباح الخير يا كويت. المركز الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية ذات نفع عام، فهو يمارس مهامه وجميع الأنشطة والفعاليات المتعلقة بحقوق الإنسان بما في ذلك الرصد واستقبال الشكاوي. يا عبد الرحمن، أكيد هاشم، نبي نتعرف أكيد مع المشاهدين ومع ضيفنا في الاستديو إن شاء الله أكثر عن المركز، خاصة في هذه الأيام الوطنية والعرس الديمقراطي في الكويت اللي قاعد نعيشه أكيد على هذه الأرض الغالية. فيسعدنا استضافة سعادة السفير خالد محمد المغامس، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالديوان الوطني لحقوق الإنسان. صباح عليك بالخير سعادتك، حياك الله. الله بالخير، يا هلا، كيف الحال؟ حياك الله، حياك الله سعادة السفير، يا هلا بكم، الله يحفظك. في البداية لو نتكلم يعني وتعطينا نبذة موجزة عن الديوان الوطني لحقوق الإنسان، ايش راح تقول لنا؟ طبعا حقوق الإنسان أنشئ في عام 2015 تحت قانون 67 سنة 2015، طبعا من خلال الحكومة ومجلس الأمة، وتم تعيين يعني أعضاء مجلس الأمة. الفكرة جت أساسا من لما احنا قدمنا الاستعراض الدولي لحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان في 2010. هذا كل دولة تقدم تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان في بلدها، فإحنا كان أول تقرير لنا في ذاك الوقت، ومن ضمن المطالبات الدولية في ذاك الوقت من قبل ممثلين الدول أن تكون هناك مؤسسة وطنية تتبع مبادئ باريس وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في إيجاد كيان مستقل لحقوق الإنسان في كل دولة. ممتاز. ولو بنوضح أيضا للمشاهدين عن الفئات اليوم اللي يركز عليها الديوان الوطني لحقوق الإنسان. احنا طبعا نركز على أول شيء طبعا العمالة، بقابل العمالة المنزلية والعمالة بإجمالها، أيضا على الأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا موضوع شو اسمه المعنف، موضوع الأسرة، العنف الأسري، العنف الأسري، وأيضا عندنا موضوع الاتجار بالبشر. حلو. وأي شيء فيه خرق لحقوق الإنسان المنصوص عليه بسواء بالدستور أو بالموافقة الدولية. حتى الطفل؟ ها؟ حتى الطفل؟ حتى الطفل. نعم. جميل. طبعا عندنا احنا لجان، احنا عندنا 6 لجان. جميل. طبعا اللجنة المدنية والسياسية اللي انا رأسها. نعم. لجنة حقوق الطفل، لجنة حقوق الأسرة، لجنة حقوق التجارب البشر. نعم. لجنة حقوق شو اسمها الإعاقة، وايضا لجنة حقوق يسمونها الشكاوي والتظلمات، لان عندنا لجنه لتلقي الشكاوي والتظلمات حول اي خروقات تحدث لحقوق الانسان في الكويت. يمكن هذا ياخذنا حق الاهداف الاساسيه والاهداف الرئيسيه اللي انتم حاطينها في الديوان الوطني لحقوق الانسان، كان تكون معايير انتم ما تطلعون عنها مثلا، ما هي الاهداف الرئيسيه سعاده السفير؟ احنا ما حطينا المعايير، هي المعايير موجوده اساسا يعني موجوده انسانيا في الصكوك، اول في دستورنا الكويتي بالنسبه لحقوق الانسان. احنا الهدف الاساسي اللي عمل الديوان هو تعزيز حريه والانسان وتعزيز كرامه الانسان. هذه موجوده طبعا سواء بدستورنا او في الصكوك الدوليه، عندنا الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وعندنا العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه، وعندنا العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ها كلها تنص صكوكها والكويت وقعت عليهم انها لحماية حقوق وتعزيز حقوق الإنسان. ممتاز. ويعني أكيد ما في أي جهة اليوم قاعد تشتغل داخل الكويت إلا وعندها شراكات سواء مع جهات محلية أو جهات خارجية. صحيح. فبدنا نتكلم عن الجهات اليوم اللي قاعد تشارككم في تحقيق هذه الأهداف. احنا يعني عندنا مشاركات، يعني سوينا مشاركات الآن طبعا مع مكتب الأمم المتحدة اللي بالكويت، أيضا سوينا مشاركات مع جمعية محامين الكويتية كمجتمع مدني يعني بموضوع حقوق الإنسان، وسوينا أيضا اتفاقية مذكرات تفاهم، وسوينا أيضا مع لجنة حقوق الإنسان، أو ملجأ قصدي هيئة حقوق الإنسان في المملكة البحرينية الشقيقة، أيضا معهم وفي صدد إقامة ذكرت تفاهم مع كثير من بعض الجهات سواء الداخل والخارج. جميل جدا. زين طبعا سعادة السفير، في هذه الأيام اللي نعيشها وفي ظل جهوزية جميع وزارات وقطاعات الدولة للانتخابات، شنو دور الديوان الوطني لحقوق الإنسان في هذه العملية الديمقراطية؟ احنا في ما قلنا الهدف الأساسي للهيئة او للديوان الوطني لحقوق الإنسان هو يعني البحث او تعزيز واحترام حقوق الإنسان في البلاد.
ياتي هذا من ضمن حقوق الانسان هو الحق السياسي. صحيح. والانتخاب هو حق سياسي طبعا، واشار له نص الدستور يعني، وبالتالي في المادة السادسة. صحيح. وبالتالي احنا على دورنا في هذا المان ان نرى اذا كانت هناك اي انتهاكات، يعني حق الوصول، حق تقرير المصير، هاي كلها حقوق للفرد الانسان في تقرير ممثلين يعني في انتخابات مثل الامه، فلازم تكون الوصول لها بسهوله ويسر دون عراقيل او وضعته. فيعني دوركم رقابي نقدر نقول ولا؟ احنا طبعا دورنا رقابي وبنفس الوقت ايضا تقديم مساعدات. احنا مثلا نقدم تقريرنا سنويا. اقصد في الانتخابات هل لكم رقابه؟ لا، احنا نطمح، احنا نتمنى ان من مجلس الوزراء نجعل يعني نشارك في رقابه سير الانتخابات. يعني مثل ما يقولون منك وفيك يعني من ديرتك، بدل تجي مراقبين اجانب. وحين انا مثل ما سمعت وعرفت ان من يومين في 29/5 مجلس الوزراء اقر مراقبة المجتمع المدني لسير الانتخابات، انه يحق لمنظمات المجتمع المدني بالكويت لمراقبة سير الانتخابات. كنا نتمنى ان نكون احنا ضمن هؤلاء يعني ان شاء الله باذن الله. ذكرت سعادة السفير ان هناك دور رقابي من الممكن ان انتم تسوونه لهذه الانتخابات، خلينا نتكلم عن دور الديوان فيما بعد فترة الانتخابات، كيف من الممكن انكم تفيدون الدولة فيما بعد انعقاد هذه الانتخابات؟ صحيح. يعني احنا عندنا منصوص بالقانون الانشاءنا ان نقدم تقرير للحكومه وتقرير لمجلس الامه، تقريرين حول حقوق الانسان بالاجمال في الكويت، ما هي النواقص، ما هي الانتهاكات، وما هي من ضمنها طبعا راح تشوف في هناك اي انتهاكات للعمليه الانتخابيه. صحيح. راح اكيد راح نذكرها في 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 قانوننا، يعني التجمع، الوصول لصناديق الاقتراع، كل هذه الامور في سهوله الوصول، كل هذه الامور طبعا راح نرصدها. صحيح. نكتبها كتوصيات للحكومه وللمجلس، واذا هناك كان في قوانين يعني تعيق مثل هذه العمليه يعني فاكيد احنا راح نذكرها. ايضا احنا نتمنى احنا يعني بمضم توصياتنا اللي قدمناها سابقا للحكومه والمجلس هو انشاء مفوضيه عليا لسير الانتخابات. صحيح. منفصله تماما عن موضوع الداخليه، تكون لها الهيئه مستقله، تكون لها كل توابع العمليه الانتخابيه بما فيها قيد المرشحين، قيد الناخبين، واعداد اللوائح، وكل ما يتعلق بالعمليه الانتخابيه. نعم. وهل يعني ركزتوا على الادوار الثانيه اللي من اهداف الجهاز اللي هي مثلا حقوق الطفل او المراه مع جهات اخرى مثلا الهيئات المعنيه في الكويت للطفل والوزارات والمراه؟ طبعا هناك طبعا اتفاقيات وقعت وكويت وقعت مثل فقط الطفل واخره، وعندنا اللجان هذه طبعا قاعده تتحرك يعني من مع زملائي اللي يرؤسونها ايضا قاعد يتحركون مع جميع الجهات. ففي تحرك كبير وفي تعاون ايضا من قبل الدوله حقيقه، من اجهزه الدوله، وفي تفاهم، وايضا القانون الزم الجهات الحكوميه بالتعاون معنا يعني. فهذه ماشيين فيها الحمد لله بسهوله. لكن حالات يكون اتفاق ودي يعني او يكون لا مو قوة اتفاق ودي، هو ان انت ملزم اني انا توقع اتفاقيه اذا في حاله معينه في عندنا لجنه تظلم وشكاوي يعني لجنه الشكاوى والتظلم هي تتابع العمليه وتقدم مساعده قانونيه ايضا وتتابع اي حاله فيها انتهاكات مع جميع الجهات. وكان في تعاون كبير يعني. نعم. فهذه دعوه منك الى الجمعيات المعنيه بهذا الامر الى التعاون مع الجهاز. لا مو جميع، يعني نتكلم احنا اللجان عندنا. نعم. اللجان هي قاعده تتعامل، لجنه الشكاوى عندنا تابع في اي شكوى تردها. فاحنا اي شخص يجد انه في عنده انتهاك في حقوقه الإنسانية يقدر يرجع إلى الديوان الوطني. صحيح. يقدر يرجع إلى لجنته، وكل شيء يعني ما في يعني نوع من كل شيء يمشي في سرية تامة يعني. نعم. جميل جدا. شنو الخطوة القادمة سعادة السفير نحو التقدم والتميز بصورة عامة للديوان بالنسبة لكم؟ يعني أنا قاعد نفكر نقولك يعني طبعا احنا قاعد نعد أيضا دراسات قانونية ومشاركات في هذا الموضوع. نتمنى ايضا بالنسبه للجان البرلمان او المسؤول القادم ان احنا نتشارك معاهم في
في التشريعات او مقترح التشريعات اللي قد يصيغونها في بالنسبه للخصوص، فناخذ ونعطي معهم في الراي في هذا الموضوع، ان نكون في مشاركه نتمناها. ايضا نكون مشاركه ايضا مع، احنا عندنا طبعا مشاركه مع الجهاز الحكومي في اعداد تقرير الحكومه لتقريرها السنوي او كل اربع سنوات الى مجلس حقوق الانسان. نعم هذا تطلع له. نعم سعاد السفير، يعني في كلمه اخيره شنو حاب تقول اليوم للمشاهدين ولكل شخص اليوم مهتم بهذا الجهاز او انه حاب يعرف المزيد من المعلومات حول دوركم اليوم، شنو الرساله ممكن توجهها؟ هو ما نقدر نقول ان هو جهاز حديث لا شك، ويت جائحه كورونا وعطلت نشاطه كثير، يعني خلال سنتين ولكن احنا قاعد الان نبني هذا الجهاز بصوره يعني ان شاء الله متقدمه، وفي نشاط حقيقي ولكن مو هو النشاط اللي احنا نعمله يعني، لكن في القدام ان شاء الله راح يكون بصوره اكبر واوضح يعني في هذا، وهذا ما نطمح له. وايضا يعني نعرف ان هناك قصور اعلامي في فهم دور الديوان الوطني، احنا احنا مجتمع مدني، احنا ما احنا من جمعيات المدنيه ولا احنا جهاز حكومي، احنا جهاز مستقل وبالتالي بدعم من الحكومه وبدعم من مجلس الامه، وبالتالي احنا يجب يعني نتمنى التعاون مع الجهتين السلطتين التنفيذيه والتشريعيه. وهاي منطلقاتنا. وطبعا مقر الديوان في برج الحمراء عدل؟ برج الحمراء. نعم. وانا كنا نتمنى كلنا مكان خاص لسهوله الوصول الينا. نعم. ان شاء الله. باذن الله يكون لكم المكان الخاص هذا، وباذن الله يعني تصبون الى ما انتم يعني تتمنون دائما وابدا. نشكر وجودك معنا ضيفنا سعاده السفير خالد محمد البغامس، رئيس لجنه الحقوق المدنيه والسياسيه بالديوان الوطني لحقوق الانسان، شكرا لك. جزاكم الله خير، شكرا لك. جواك الله وشكرا لك. انتم مشكورين. وانت بتودينا عبد الرحمن. نروح مع المشاهدين الى تقرير تناول وجبه الريوق وهو سبب البقاء بصحة جيدة لجميع الفئات العمرية، خاصة عندما تكون هذه الوجبة متوازنة وصحية، فهي تعمل على إعطائك النشاط والانتباه طوال النهار. فقرتنا القادمة إن شاء الله بتكون عن ريوق اليوم، وصفة جديدة مع الشيف لول والتناك.